بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، أهلا وسهلا بيكو. النهاردة هنتكلم عن جلوكوفاج هو أحد الأدوية المشهورة. جلوكوفاج هو دواء يستخدم للتحكم في مستويات السكر في الدم، لإدارة مرض السكر في الدم، لأنه يخفض كمية السكر التي يصنعها الجسم أو يمتصها، كما يسمح للجسم باستخدام الأنسولين الطبيعي بشكل أفضل. إذن أول حاجة بنتكلم فيها، ما هي دواعي استعمال جلوكوفاج، وما هي موانع استعماله، وما هي وكيفية تناوله. أولا الاسم جلوكوفاج، المادة الفعالة ميتفورمين. الشكل الدوائي، أقراص جلوكوفاج 500 ملغرام، جلوكوفاج 850 ملغرام، جلوكوفاج 1000 ملغرام، جلوكوفاج 500 اكس ار ملغرام، جلوكوفاج 1000 اكس ار ملغرام. دواعي استعمال جلوكوفاج، يستعمل جلوكوفاج أو يصفه الأطباء لعلاج مرض السكر من النوع الثاني. النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، حالات السمنة وزيادة الوزن. طيب، ما هي جرعة وطريقة استعمال جلوكوفاج؟ جرعة البدء الموصى بها هي 500 ميلي جرام عن طريق الفم مرتين في اليوم، 850 ميلي جرام مرة واحدة في اليوم مع وجبات الطعام. تزيد الجرعة بمقدار 500 ميلي جرام كل أسبوع أو 850 ميلي جرام كل أسبوعين على أساس التحكم في نسبة السكر في الدم وعلى أساس ما يتحمله المريض. الجرعة القصوى هي 2550 ميلي جرام في اليوم، مفيش مريض يتناول أكتر من كده في اليوم الواحد، 2550 ميلي جرام. زي ما قلنا، في أقراص 500 وفي أقراص 850، وانت بتحسبها بقى بتحسب ال 2550 دي أقصى حاجة، وتعطى طبعا ما ياخدهاش مرة واحدة، بياخدها جرعات مقسمة على مدار اليوم. الجرعات التي تزيد عن 2000 ميلي جرام يفضل تقسيمها على 3 مرات في اليوم مع الوجبات الثلاث، فطار غدا عشاء. بالنسبة للأطفال، جرعة البدء الموصى بها للأطفال، الأطفال من 10 سنوات وما فوق 500 ميلي جرام عن طريق الفم مرتين في اليوم مع وجبة الطعام، وتزيد الجرعة بمقدار 500 ميلي جرام أسبوعيا بحد أقصى 2000 ميلي جرام يوميا. كيفية الاستخدام، عادة ما يتم تناول منظم السكر اللي هو هنا اللي هو جلوكوفاج مع الوجبات مرة أو مرتين في اليوم. تؤخذ أقراص جلوكوفاج مع وجبات الطعام مرتين أو 3 مرات في اليوم. عادة ما يتم تناول الأقراص مرة واحدة يوميا مع وجبة المساء. أيضا يجب ابتلاع الأقراص بالكامل وليس تقسيمها أو مضغها أو سحقها. أيضا يحتاج المريض إلى مراقبة مستوى السكر في الدم بشكل مستمر حتى يتمكن من تقييم عمل الدواء. أيضا يساعد منظم السكر اللي هو جلوكوفاج أو المادة الفعالة اللي هي ميتفورمين في السيطرة على مرض السكر، ولكنه لا يعالجه. يبقى هو ما بيعالجش مرض السكر، لا، هو بيساعد في التحكم أو السيطرة على نسبة السكر في الدم. إيه هي موانع استعمال جلوكوفاج؟ يجب ألا يستخدم جلوكوفاج في الحالات الآتية: الحساسية من مكونات الدواء، الميتفورمين اللي هو المادة الأساسية. أيضا في حالة انخفاض وظائف الكلى أو الكبد أو الفشل الكلوي أو قصور في القلب. أيضا الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية مؤخرا، أيضا
الحماض الكيتوني السكري، أيضا إذا كان المريض بحاجة لأي نوع من الأشعة بالصبغة، أيضا في حالة وجود جفاف، أيضا في حالة التسمم أو إدمان الكحوليات، أيضا في حالة الأطفال تحت سن 10 سنين، أيضا في حالة قيام الأم بالرضاعة الطبيعية لطفلها. إيه الآثار الجانبية؟ الآثار الجانبية نتيجة تناول جلوكوفاج، يجب استشارة الطبيب في حالة وجود علامات على حساسية نتيجة تناول جلوكوفاج. العلامات بتاع الحساسية مثل طفح جلدي، صعوبة في التنفس، تورم في الوجه، تورم في الشفتين، تورم في اللسان، تورم في الحلق. ويصاب بعض الأشخاص الذين يستخدمون جلوكوفاج بالحماض اللبني والذي يمكن أن يكون قاتل، وفي هذه الحالة يجب اللجوء للطبيب على الفور. وأيضا يجب اللجوء للطبيب في حالة وجود ألم عضلي غير عادي أو شعور بالبرد أو صعوبة في التنفس أو شعور بالتعب والدوار والضعف الشديد، أو في حالة وجود آلام في المعدة وقيء، أو معدل ضربات بطيء، معدل ضربات القلب بطيء أو غير منتظم. طيب بعد كده، هل جلوكوفاج يتفاعل مع الأدوية الأخرى؟ قبل استخدام جلوكوفاج يجب على المريض إخبار الطبيب أنه يتناول أدوية أخرى. ومن هذه الأدوية التي يتفاعل معها جلوكوفاج أسيتازولاميت وديكلوروفيناميت وميتازولاميت وتيتوبيراميت وزوليساميت. طيب، هل يوجد بدائل لعلاج جلوكوفاج؟ هل في بدائل؟ لو هو مش موجود ممكن اشتري بديل ليه يكون في نفس التأثير؟ ايوه، البدائل ليه كثيرة، منها اموفاج، ديافاج، سيدوفاج، اليكسو دياب، زانوغليت، اكتوس، ديابيتو نورم، ديا زول، جلوكو نورم، نوفو نورم. طيب، السؤال الاول، ما الفرق بين جلوكوفاج وجلوكوفاج اكس ار؟ يتوفر جلوكوفاج كأقراص عادية، بينما يتوفر جلوكوفاج اكس ار كأقراص ممتدة المفعول. تعني الأقراص ممتدة المفعول أن الأقراص مصنوعة بحيث يخرج الدواء منها ببطء بمرور الوقت، ولا يخرج دفعة واحدة بعد تناوله. هذا يعني أن تأثير الأقراص يستمر لفترة طويلة، وبالتالي يمكن تناولها مرات أقل في اليوم، وهذا يقلل من احتمالية حدوث آثار جانبية. يبقى عرفنا ايه الفرق بين جلوكوفاج وجلوكوفاج اكس ار، ان اقراص جلوكوفاج اكس ار ممتدة المفعول، يعني الدواء بيخرج منها ببطء، يعني بيقعد فترة كبيرة عباد، يعني بيستمر في الجسم المريض فترة اطول. سؤال تاني، هل يستخدم جلوكوفاج في التخسيس؟ الإجابة، الميتفورمين ليس مخصص لإنقاذ الوزن، لكنه ينظم السكر في الدم وبالتالي يساعد في خفض الوزن، لكنه ليس حل سريع للتخسيس، حيث قد يأخذ من عام لعامين للإحساس إن الإنسان قد خس. أيضا، هل يؤثر ميتفورمين على القدرة الجنسية والإنجابية؟ طبعا يقلل، الإجابة إن يقلل دواء ميتفورمين من نسبة هرمون التستو سيترون، وبالتالي يقلل من القدرة الجنسية عند الرجال، في حين يحسن من الإباضة عند السيدات المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، ويساعد في انتظام الدورة الشهرية ومستويات هرمون LH. طيب، نيجي بعد كده عند سعر جلوكوفاج. جلوكوفاج 500 ميلي جرام عبوة 5 شرايط بسعر 27.50 جنيه. جلوكوفاج 1000 ميلي جرام عبوة 3 شرايط بسعر 27 جنيه. جلوكوفاج اكس ار 1000 ميلي جرام عبوة 30 كورس بسعر 60 جنيه.
جلوكوفاج اكس ار 500 ملي جرام بسعر 36 جنيه ونص. بالنسبه للاسعار في مصر قلناها، بالنسبه للاسعار في السعوديه جلوكوفاج 500 ملي جرام عبوه 50 كورس بسعر 16.55 ريال سعودي. جلوكوفاج 1000 ملي جرام عبوه 30 كورس بسعر 19.85 ريال سعودي. جلوكوفاج اكس ار 750 ملي جرام 30 كورس بسعر 25 ريال سعودي. ده بالنسبة للكلام اللي احنا اتكلمناه عن جلوكو فات. في بعد كده لو حابين نكمل كلامنا عن جلوكو فات، طبعا هو احد الادوية الشهيرة التي تستخدم لتنظيم السكر في الدم. زي ما قلنا يحتوي كل كورس على ميتفورمين هيدروكلوريت 1000 ملي جرام، ما يعادل قاعدة ميتفورمين 780 ملي جرام. المؤشرات العلاجية كمساعدة لإدارة الإدارة السكر في الدم، وهو عامل مضاد لمرض السكر عن طريق الفم، مخصص لعلاج مرض السكر البالغين في بعض الحالات، يمكن استخدامه مع الأنسولين، وهو مؤشر للأطفال من سن 10 سنوات، ويمكن استخدام جلوكوفاج المغلفة زي ما قلنا عشان خطر تبقى فترة خروج الدواء من الأقراص أطول شوية. وفي النهاية أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أنتم تكونوا قد استفدتم، والرجاء إن شاء الله الاشتراك في القناة وعمل شير الفيديوهات على حسابك على التواصل الاجتماعي لكي يشوف عدد أكبر من المشاهدين، وضغط علامة الجرس ليصلك كل فيديو جديد، وضغط لايك إذا أعجبك الفيديو. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.